أداء بسبب القصف المروحي، قامت مدفعية الهاون اليوم والمدفعية الثقيلة بقصف مدينة داعل أيضا، وتركز القصف على المكان الذي قصف باستخدام الطيران، مما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى من المسعفين. وتجدد أيضا منذ قرابة الساعة أيضا القصف على داعل، وهناك أنباء عن تهدم عدد من المنازل بشكل كامل، ولا نعلم إن كان أصحاب المنازل هم من الشهداء أم من الأحياء تحت الأنقاض. كما قام الطيران اليوم بقصف بالصواريخ ورشاشات الطيران على بلدات نصيب وكحيل والطيبة وأم الميادن واللجا وناحتة والكرك الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران فوق باقي قرى درعا. وواصل أيضا جيش النظام اليوم حملته العسكرية على مدينة الحراك لليوم السابع على التوالي، وعثر اليوم على مجزرة بحق 7 أشخاص في مدينة الحراك تم ذبحهم بالسكاكين، وتم أيضا إحراق 2 من الجثث. وتجدد أيضا القصف المدفع اليوم على الإحراك من الفوج 175 ومن اللواء 52، وتدور الآن اشتباكات عنيفة ما بين الجيش الحر وجيش النظام هناك في المدينة، والوضع الإنساني أصبح خطير جدا. فالحالة الإنسانية في مدينة الإحراك يرثى لها، فالعديد من الجرحى يصعب علاجهم بسبب النقص الكبير في الكوادر الطبية، وتعاني المدينة من نقص كبير في الأدوية والمواد الطبية أيضا والغذائية، ولا يوجد أي شيء ولا أحد يستطيع النزوح من مدينة الحراك اليوم بسبب القصف العنيف والتضييق على الأهالي، فالحصار خانق بشكل كبير جدا على مدينة الحراك وداعل اليوم. نعم. فالأهالي يوجهون اليوم نداءات استغاثة إلى المنظمات الحقوقية والدولية لنجدتهم من بطش النظام، فهو مستمر بأعماله الوحشية ضد الشعب الأعزل. ورغم هذا القصف العنيف من قبل جيش النظام، إلا أنه قد خرجت اليوم قرابة 15 نقطة تظاهر في عدة بلدات في محافظة درعا تندد بإيقاف القصف، ووصل عدد شهداء درعا حتى الآن إلى 17 شهيدا لغاية الساعة، وهناك أعداد كبيرة جدا من الجرحى بحالة خطيرة ربما يكونون من الشهداء خلال الساعات القادمة. نعم. بسبب نقص الأدوية والعلاج. من درعا ناطق باسم شبكة شام في درعا رامي الخالدي، شكرا جزيلا لك.